بقى قبل ما نستقبل نجومنا، امبارح اخطبوط المنصوره حارس مرمى المنصوره عمل ماتشين مش طبيعيين، مش ماتشين يعني. الدور ال 64 اللي هو كان الدور التمهيدي لكاس مصر هو السبب في صعودهم، وامبارح هو الراجل السبب في صعودهم. والراجل ده يبدو ان هو مثلا ما حدش يلعب عليه ضربات جزاء، صد اربع ضربات جزاء فيهم واحده في العارضه او اتنين في العارضه مش فاكر بالظبط، لكن في النهايه نجح ان هو بيلعب الداخليه يتصدى لاربع ركلات جزاء، وهو السبب الرئيسي في صعود المنصوره. وفازت المنصوره على الداخليه 2-0، نتيجه لذيذه جدا في ضربات الجزاء. تخيل ضربات جزاء تنتهي 2-0 وتسعه يشوطوا، يعني 2-0 وتسعه يشوطوا. الداخليه ضيعت اربع ضربات جزاء ورا بعض، والمنصوره ضيعت اول ثلاثه ورا بعض، المنصوره اللي كانت بتشوط الاول. الداخليه خسرت من المنصوره، ودي المفاجاه الوحيده اللي حصلت لحد دلوقتي في الكاس. الانتاج الحربي تفوق على الشرطه 2-0 لمحمد رجب ومحمد حمدي، والاسماعيلي تفوق على ناصر الفكريه 4-0 عبد الرحمن مجدي وعمر طارق الوحش ومحمد مجدي وشكري نجيب. المقاولين فاز على المحله 2-0 الاهداف للويس ومحمد سمير، والمقاولين في طريق الاسماعيلي هيقابل الاسماعيلي. اوكي، هقول لكم كده الداخليه هتلاعب مين. الداخليه هتقابل امبي المنصوره، المنصوره، معلش فكروني بالجون على طول، معلش. المنصوره هتقابل امبي. امبي تفوق على شبان انا بثلاثيه، يبقى امبي هيواجه المنصوره، والاسماعيلي هيواجه المقاولين العرب. بيراميدز تفوق دلوقتي على طنطا 3-2، وهينتظر بكره الفايز من الترسانه والاهلي، يا رب ان شاء الرحمن يكون الاهلي باذن الله. بتروجيت تفوق على مركز شباب تلا 6-0، يعني اهداف محمد سالم واحمد رؤوف، واحمد رؤوف تاني ضرب الجزاء، ومحمد سالم مره تانيه، واحمد فوزي ضرب الجزاء، ومحمد شعبان في مرماه. يعني ده كان بتروجيت. انبي تفوق على شبان المسلمين هنا زي ما قلت لكم 3-0، نوح وائل ومحمود قعود هدفين، وبيراميدز فاز على طنطا 3-2. بكره في ثلاث مباريات، وادي دجله مع الجونه، والاهلي مع الترسانه، ومصر المقاصه مع ابو قير الاسمده، ويوم الخميس النجوم مع حرس الحدود، وسموحه مع الالومنيوم، وطلع الجيش مع القناه والاتحاد السكندري مع بورتو السويس، والزمالك مع مركز شباب مينية سمنود، والمصري مع الجزيره مطروح. ده مؤجل على فكره، كان المفروض يتلعب بكره لاسباب امنيه كده تاجل الماتش.